ما فماش كلام. هذه هي الكرة الأولى. عبد اللطيف رائع، بدر مولد يعدي، هذه كرة التسويق. واخيرا يا جماعه بعد غياب 12 سنه اخيرا الحمد لله تاهلنا لكاس العالم. نبغى نشارك كلنا في حمله تشجيع المنتخب، عشان كذا سنيكرز طلعت لنا بحمله 33 مليون مشجع. مره بسيطه يا جماعه، احط لكم الموقع saudi33.com، تدخل عليه وايش تسوي؟ تحطوا الخطوات التاليه. اول شيء حتحط اسمك، بعدين الخيار الثاني تحط الاسم اللي تبغاه يطلع في التيشيرت، لان احنا الان قاعدين نسوي تيشيرت، وتحط كمان الرقم اللي تبغاه في التيشيرت. امير كم قال في حمله 33 مليون؟ اختار الان من 1 إلى 33 مليون. بعدين لازم تحط حسابك في الانستغرام او حسابك في تويتر. اخر حاجة تحط ايميلك. بعد ما تحط ايميلك حيجيك رمز، تروح الايميل تنسخ الرمز هذا وتحطه اوبس خلاص، وهذا هو التيشيرت. احفظوا الصورة هذه يا جماعة وشاركوها في الانستغرام، واعملونا تاج على حسابنا لفت اند شيت، ولا تنسوا تحطوا هذا الهاشتاج 33 مليون. يلا جماعة ليتس جو. هلا هلا والله انت بخير، وانت بصحة وسلامة، من الفايزين والعايدين، وانت بخير. كل عام وانت بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وتفضل كلمة للجمهور. والله حابب اهني كل الشعب العربي والوطن العربي ومتابعينا الكرام بعيد الفطر المبارك. الغرض من هذا الفيديو ان شاء الله حنوريكم السفرة الحجازية في اول يوم عيد. طبعا اول يوم عيد تختلف الثقافات بين الشعوب، يعني بين دولة ودولة، حتى في السعودية المناطق الشمال غير الجنوب. احنا بنتكلم عن الحجاز والغربية، حنوريكم السفرة الحجازية وان شاء الله رب تعجبكم، وابغاكم كلكم تشاركونا في الكومنتس. كل واحد يكتب في الكومنتات تحت هو من اي بلد وايش الاكلات اللي تنحط في السفره في العيد، الاكلات الاساسيه. yes. اوكي، يعني مثلا احنا عندنا الدبيازه، حنوريكم ايش هي الدبيازه. ما حد يعرف، انا متاكد ترى اغلبكم ما يعرف. انا متاكد انه اغلبكم ما تعرفوها، وحنعرفكم عليها. يلا يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تعطونا اقوى لايك. يلا ليتس جو. تفضلوا يا شباب، تفضلوا. تفضل. حياكم الله. هلا والله. تفضلوا يا شباب، نورتوا. طبعا يا جماعه احنا الان على سفره الطعام، ما شاء الله تبارك الله مليانه بالاصناف، ومعانا ضيف عزيز. اهلا وسهلا، عرف بنفسك. فيصل بوشي، بحريني سعودي، سعودي بحريني. احنا مملكه البحرين اخواننا. الله يسعدكم يا رب، نورتونا. يلا خلينا نخش في المضمون. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا شباب، مد يدكم. امير ناولنا الخبز بالله. الان يا جماعه ناخذكم لفه على السفره الحجازيه الجميله هذه. بالله بس فيصل قبل ما نبدا في الدعس، ايش اللي في السفره دي كلها لفت نظرك؟ كذا شفت شيء غريب. غريب وايد الشيء هذا. لا اختار واحد، اختار واحد كذا شكله غريب. ايش ده كذا؟ انت بتقول ايش ده؟ هذا يمكن هذا الشيء. اوه هات كذا. طبعا هذه يا جماعه الدبيازه عباره عن مكسرات ومشمش، وكلها معموله مع قمر الدين. عندكم هذه المربتين اساسي في السفره الحجازيه، اللي هي ايش يا امير؟ هذه السفرجل. اوكي، وهذه ال كانه مشمش ولا لا؟ هذا مو مشمش حبيبي، هذا يسموه الشي بطره. سيبوكم من المربى الفراوله وما ادري ايش، هذه مستحدثه. لكن الاساس هذه الاثنين. تفضل امير، ايش هي؟ هذه مربى سفرجل من فاكهة السفرجل. أهلا وسهلا. وهذه شيشني، يسموها شيشني، اللي هو القرع يا جماعة. لو تعرفوا القرع، هذا القرع. طبعا زي ما تشوفين يا جماعة هذه المربى جيكم كذا قاسي جوا، لكن جدا طرية من الداخل. طب يا فيصل، الفطور البحريني فيه زي كذا المربى ذا و... والله احنا فطورنا في البحرين او ريوقنا نسميه طبعا. ايه يسموه ريوق. نسميه ريوق، احنا ريوق العيد. ايه طبعا في اشياء اشوفها موجوده زي هذه، تشتمونها ذي؟ هذه شعيريه. احنا عندنا هذه نسميها بلاليط. بلاليط؟ هذا شيء اساسي. هذا اسمه بلاليط؟ بلاليط. بس بلاليطنا مو نفس السري، بلاليطتي يعني هي شعيريه بس مو نفس اللون، لونها غير يعني. لون على عجين اكثر. لا 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 لا، لون يكون غير، لون ذهبي، يكون سكريه وعليها بيض مقلي. بيض مقلي؟ بيض مقلي. طبعا يا جماعه احنا عندنا هذه الشعيريه زي المكرونه، وتتعامل مع السكر. يا ما شاء الله طيبة. ممتاز. وجماعة من الأشياء الأساسية كمان عندنا البيض بجميع أنواعه، بس إحنا عاملين يعني كمية بسيطة هذه المرة، عاملين شكشوكة، وفي كمان بيض العيون وهكذا، وعندنا مجموعة الأجبان. الأجبان هذه أساسية، لازم تكون مجموعة كبيرة من الأجبان يعني تملى العين يعني.
بس 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 لا 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 لا, 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 لا لازم ضبط امير حط له بالفلفل اي كيفك مع الفلفل لا مو ربع كلش ويا خبز ايش تسموه الخبز نقول عيش عيش اي لا احنا ما نقول عيش عيشنا غير عيش ليش ايش المشكله عيشنا اللي هو العيش الابيض الرز يسمونه رز تحمل تقول حق واحد يعطني عيش في البحرين في الصبح تقول ان شاء الله ايش وضعك طيب ودونا هذا معصوب يا جماعه هذا معصوب بيتي تلاقوه كمان في اغلب السفر الحجازيه بس يا جماعه والله نسيت شيء مره مهم بالله ركزوا طيب مهم نبغى كل الشكر والتقدير لوالده ام امير الله يعطيها العافيه الله يسعدك وتسلم يدك يا خالتي هذه امي الثانيه ضبطت لنا السفره هذه كامله شغل معتبر الصراحه والله صراحه الوالده ما قصرت الله يعطيها العافيه الله يسعدها ويطول في عمرها يا رب اي والله قواها الله ما شاء الله ما بقي شيء مال الحجاز ما حطيتها اتوقع ما شاء الله عليها الله يعطيها العافيه الحين هذا شنو وهذا شنو هذا اسمه معصوب وهذه حلاوه تركيه المعصوب هذا حلاوه تركي حلاوه تركي يتشابهون ولا كروح لا لا مختلف هذه المعصوب عباره زي الخبز او البر في كم طريقه يعملوها معموله بالموز والشيء الاساسي فيها الخبز وموز وعندك هذه دقيق وسكر ومويه فقط دقيق وسكر ومويه وترى هذه يا جماعه معروفه في مصر اسمها سد الحنك اللي يعرفها يكتب تحت في التعليقات يا جماعه في الشيء هذا كنا طعميه لكن ها كنا طعميه لكن مو طعميه ترى هذا مو طعميه ولا هو فلافل هذا شيء اسمه مقليه العنصر الاساسي فيها الفول ومع الكزبره والكراث وهكذا ودائما ياكلوها مع الحمر هذه لا تفوتك عادي جربها شايف الحمر كويس وربي والله كلام ثاني والله الحمر جيد كذا ممتاز ما شاء الله طبعا في السفره الحجازيه لازم تشوفوا تشكيله كبيره من انواع المخبوزات أيه. هذا شيء اساسي لازم طيب في يا جماعه هذا الشيء برضو اساسي بالسفره الحجازيه اسمها مش المش او المش هي عباره عن ثلاثة اجبان كذا معموله مع بعض مع لبن وهكذا فيها شويه حموضه خفيفه كيف بالله عبد الرحمن سوى حبه جيدة؟ داشة والله ممتازة والله طعم العيد اقسم بالله طعم صباح العيد طيب خلينا نخش في الدبياتة لازم تجربها انت ما قد جربتها يلا بسم الله يبا ردة فعل يلا خلينا نسمع بحريني اول مرة ياكل دبياتة في الحياة والله جميلة والله مع كذي طعم غريب سويت على كسرات ما شاء الله وايد حلو انا اول مره صراحه اكلها ليه تروح ابي السكنه بالطريقه عذرونا شباب خلينا ناخذ راحتنا زي الناس فيصل انت لازم تشد حيلك يعني معانا شوفوا بصراحه انت ما شاء الله كذا انا بطني صغير عشان تقعد اخذ شيء حبه من كذا عشان يصير يعني اكلت من كذا يا باي ما عندك كلام ذا ابوي فضل ضرب يا ولد تبين نظام ايه؟ شكشوكة ايش سموه عندك؟ بيض طماط سيمبل ايش اسمه بيض طماط عطني بيض طماط ها؟ ايه بس هذا يا جماعة احنا عندنا اسمها شكشوكة تنعمل بيض وطماطم وبصل وممكن يحطوا معاها شوية كزبرة او كراث اللي يريحك يعني يا اخي انا محظوظ اليوم عبد الرحمن قاعد يضيفني كل شيء انت عريس يا امير الله ما تحلى السفره الحجازيه الا بالكاسه الشاهي ما شاء الله ممتاز صراحه شغل عدل مدل اسمه امبا هي اسمه امبا تسمونه احنا نسميه همبا اي همبا كاكا بيد بوتر السلام بيد هذا امبا عباره عن مانجا فاكهه المانجو
المانجو عجبني. المانجو باك هذا المانجو يقول لك المانجو. في ناس يسموها مانجو مانجا بس احنا نقول مانجا. مانجا في ناس يسمونها مانجو زي اللي يسمون البرجر برجر بس عادي. عبارة عن فاكهة المانجا او المانجو بالانجلش. طيب يعملوها كذا زي المخلل وليها نكهة خاصة. هذا احنا بعد عندنا معروف اسمها اتشار. مخلل مخلل. ادينا كلمة بحرينية. العنبلوس. ياهو ايش عنبلوس؟ شنو العنبلوس؟ تحدي لهجات العنبلوس. تعرف العنبلوس هذا اسعاف. اسم العنبلوس؟ امبيولنس. معربين امها امبيولنس عنبلوس. الدكتور ما نقول له دكتور. ايش؟ دختر. دختر. والله هذه معروفة يعني. معروفة معروفة. هذه كلمات انا اقول لك اياها بحرينية يعني قديمة بعد مو يعني قديمة. وطبعا يا جماعه عندكم هذا اسمه دجاج البر. عندنا ما نسمي دجاج البر. احنا عندنا اسمه دجاج البر. اسم غريب. دجاج البر في البحرين طبعا ما انكم رحتوا البحرين ترى هذا الشيء عندنا معروف زي ما هو معروف الحلوى البحرينيه والمتاي. متاي 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 ميم تاء الف ياء. طبعا في منها الحار والبارد. يا اخي في شيء بحريني دكتور حلا اسطوري ما عمري دكت شيء زيه. اسمه يجي كذا كنه سمبوسه. درابيل. ايش؟ درابيل. والله حلف قلبك مش كتاكل تحط الحبة في فمك الحبة تسيح كده تحاول تاخذ اللي بعد على طول. فيصل ايش موضوع شاي كارك هذا؟ كده ابتزم يا هذا ايش موضوع شاي كارك فهمنا بس. طب وشاي وحليب. شاي وحليب وسكر هذا الانجريدينتس شوية عين بس. بس وتبيع 25 ريال كاسة. لا هني إذا هني يقولوا هني بخمسة وعشرين. دنا في البحرين على ربيتين على ثلاث ربابي يعني 3 ريال 4 ريال ويبيعونه محلات طبعاً الكافيتريات. وهذه يا جماعة لمحة تعريفية عن السفرة الحجازية. وما ننسى يا جماعة الكنافة. عندكم هذه الكنافة بالموز فعلاً فعلاً جداً لذيذة. وهذا الشيء اسمه المنفوش والمنفوش عبارة عن زي الكروم ممكن نعمل بالأرز أو هكذا ويكون مقلي بالزيت. وعندكم اللبنية واللدو وهذه مرة معروفة عند الحجاز وتلاقوها في المناسبات وهكذا وجداً لذيذة. والله تناحى دحين غماء اصبر. وكذا يا جماعه يصير وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. واذا عجبكم يا جماعه لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب. انشروا هذا الفيديو في كل مكان في كل الجروبات في كل الجروبس اللي في الواتساب كذا انتم تدعمونا اقوى دعم. واللي ما شارك في القناه يا ليت الان ينزل يشترك. وان شاء الله نشوفكم في الحلقه القادمه. كان معاكم عبد الرحمن وامير من قناه ليفت الشيت. سلام.